السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شهيد الجزائري يصنع الحدث بتحليل مباراة المنتخب الجزائري، تابعوا معنا هذا الفيديو. اي سخسيك يرحم والدي، ها بحرز ها عطى ولا يبغي يطلع يخاف منه، خلا ضربوه منه ما يوليش لا ديفونس. وهنا بلايلي بالله على آية نوري وآية نوري مضاري في الانجليزي قاكير والي يدخل يعاون الوسط شايبي ما ديرش هنا، قلت بدل ما صب خرج محرز دخل هنا في بلاسته ادم والناس، شكون البادي تاع محرز ادم والناس كان خرجني محرز ودخل شكون دخل راه عزلنا في بلاسته ها نرمع متحاسي اللي دخل في بلاسته اكيد البرطية جاية له يربح سي محرز يلعب 40 دقيقة ويقبض البنك عطار بنك اي تنوري يحل عليه بلايلي رانا في لافينال والحديثة قياس هيا سلام عليكم. سلام.